أنا ما كان بدي إياك تزعل أبوك كرمال أبي. هذا البروكار أنا بموله بخيط الدهب، وأبوه للدكتور عصمان بموله بخيط الفضة. ولأني بحبك ما بدي أبوك يزعل من أبي. عصمت هو روحي، وأنا ما رح أنسى وقفته وعذابه مشاني. أنا طلبت من أمك وأبوكي إنك تروحي تسكني عندي بالبيت، وتعهدت إنك ما تلتقي بعصمت ببيتي. نحن أكبر من فريال ومن أخوها صاحب المشغل. اللي شلح عسكرك وضربهم مو عنا، شوفوا بغير حالة. راح أقول لك كيف نقتلوا عسكركم. بدنا نسرق ونعطيه، نسرق ونعطيه. يا سيدي مو مشكلة، على نية التوفيق الفاتحة. أنت بتعرفي حالك مع مين عم تحكي؟ أنا أم عزمي، وبيقولوا لي أم الهمشري. واللي ما بيحسب ما بيسلم. إذا هالمرة ما تربى، المرة الثانية بده يتربى ورجله فوق راسه. شو المشاكل عم بتصير على كيفنا؟ ومين في أحسن من عصمت بالحارة ليجي ويخطبها؟ منين بتعرفينا؟ إذا بتطلع يا عمشوري طلع برات البيت، ما بقعد بخليك. الحاكمية لمت كل شباب الحارة وأخذوا ابني عصمت معه. ومدير الداخلية السيد بهيج الخطيب صار رئيس الحكومة. أنا نبهتهم للشباب ما حدا يتشاكل مع الفنساوي، بس ما بعرف مين عم يعمل هيك وليش. أقسم بالله العظيم إني أقول الحق. عندكم شغل، هل تريدون قتل جنودنا ونظل ساكتين؟ ابني مطلوب للسلطات الفرنسيه.